شو عوامي فواشات اليوم القاضي اسمه مد ايدك مد كنت عالم عم تاكل مثل اكابر مثل ايدك مثل اكابر ولا شيء طلعت من حاله الاكابر ما كنت صغير بس شو بدي اكفيكم انت ما شاء الله جوا عندك عشيره انا ما بطعميهم لنسواني مشان ما يسمني لقا عبيهم نسيت ولا لا خذهم كلهم احسن ما نكبوه انا ما قلت لي الفواشات روح اطلع لعبه القاضي وحاسب القاضي ما شفت شو بدي ما شفت الاجرين ها عرفتي انا حالك ايه امي انا بعرف بس قلت لحالي بركي بدك تغسلي وشك فرد مره بس تكوني مو عرفانه بتجيبي المنشفتين لا السؤال عيب يعني ايه اذا كان غبي شو اكل؟ ماني اكل شيء لك بتعرف دراسك خربانه ليش تاكل عوامه؟ مين قال لك انه انا اكل عوامه؟ محسسات بلا حساسات بلا مخلوق اذا ما عندك دليل ملموس وقاطع ما بصير تتهميني لك شو هاد الملزق فيك من ورا مو كيس عوامه؟ مو كيس يمكن هذا وقت قعدت على الكومدينه عم دور على الحبوب قومي غدا قومي جيبي له حبوب وجع دراس من عندك لابو طمزي على عيني امي انا مو كثير اكلت كلهم فواشتين لك انا مو مشان العوامه بس بعرفك كذاب كذاب كذبه بيضه بتعرفها انت انه مو بيضه هلا اذا بدك تصلح اسنانك بدك اكثر من 20,000 انا ما حصلحهم بدي حقلعهم فلنفرض جدلا انك بدك تقلعهم بدك على كل درس 300 ابصر شو بيطلع عليك هذيك الحسبه انا بقلعهم بالجمله أبوك يا الحلوية